بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صح شريبتكم، ربي يتقبل وربي يعاوننا. اليوم نهار مشكلة أيام الأخرى. اليوم الحياة بدأت تدب شيئا فشيئا بشيء من الثقل. بديت تشوف الناس في الطريق العام ما فيدهمش سواقر، قهاوي ومطاعم مسكرة، كثير من الناس بدأت تظهر على وجوههم رغم على كونه تعدت ساعات فقط على دخول رمضان، بدأت تظهر على وجوههم سمات الفجعة، الخوف. البعض يصرح نهار طويل، ربي عاوننا عليه، عرقنا، تعبنا، ريقي شاح، جعت، راسي دايخ، قلبي وجعني. وحتى اللي ما يصرحش بلسانه كي تعرضوا في الشارع يعمل يدي هكا، ما عندي ما نعمل، قابلين عليه. نحب نقول أنه بالمجد رمضان وفي الصيف تعب على تعب، ماكلة ممنوعة، شراب ممنوع، حتى العينين تولي معش تلهلط كالعادة. ثم أسلوب جديد متاع حياة، وهالأسلوب هذا قابلينه لأن احنا اخترناه. يلزم نفهمه أن احنا داخلين في عبادة، وإذا كانت هالعبادة هذه مقترحة علينا من الله تعالى باعتبارها عنصر من عناصر إيماننا، فإنها تتم باختيارنا بإرادتنا. وهذاك علاش علمانا قالوا لنا ما يصح الصيام ما تصح العبادات إلا بنية سابقة، والنية هذيك هي كأنه التزام ذاتي للقيام بواجب العبادة. العبادة هي تكليف يا سيدي، العبادة مش حاجة عادية، هو عنصر جديد من عناصر التصرف يدخل فيه ضبط النفس والالتزام الذاتي. ولذلك اللي يحب يتشوكع ما عليه كان ما يبطل من نهار الاولاني. اللي ماشي في باله داخل في رمضان باش يعمل دوره كانه باش يعمل دوره في جنان ولا في بلفيدير، راهو غلط الحساب. رمضان اخواني الكرام هو دعامه من دعائم الاسلام وركن من اركانه، وهالدعامه هذه مش جديده علينا، هذه دعامة لنا 1433 عام وإحنا نباشروا فيها، فرضت علينا في السنة الثانية من الهجرة. وربي قال لنا روى الصيام هذا مش عبادة جديدة، هي عبادة لكم وللأمم من قبلكم. والعبادة راهي تحتاج منا إلى التزام، تحتاج منا إلى حضور ذهني، تحتاج منا إلى ضبط نفس، تحتاج منا إلى تحمل. علاش؟ لأن هالعبادة كما قالنا ربي هي طهرة للنفس، استقامة للذات، جمع لرأب الأمة ورأب المجتمع، وهي في الأخير ما هي إلا طهرة للنفس والتزام لأن نقبل على الله تعالى وإحنا قائمين بواجبنا. اللي نسينا هالتعب بكل هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. يعني أنت باش تصوم إيماناً لأنك أنت تعتقد أنها تكليف من الله تعالى، جاية ممن خلق ورزق وكون، والذي أوجد والذي هيأ أسباب الراحة والنعم في الدنيا. هذا اللي يطلب منا، وهو أعلم بحالنا، طلب منا باش نصومه. وهالصيام إذا كان قمنا به ما أنا باش ناخذ عليه جزاء من حد، الجزاء من الله تعالى، فهو نحن نحتسب تعبنا ونحتسب كل جهدنا الذي نقوم به، نحتسبه بين يدي الله تعالى، ولن نجد عليه جزاء من غيره. الأمة يا أخواني الكرام بدون التزام ما هيش أمة حرية بالاهتمام، ما هيش أمة حرية بالاحترام. الأمة المحترمة هي اللي يكون عندها التزامات في أفرادها أحيانا أنفسهم وفي علاقتها أفرادهم ببعضها ببعض. ولذلك أول ما نبدأ به ونحن داخلين على شهر صعيب متعب باش نقولوا التشكيع، لا، أراك إذا كان باش تعمل شيء باش تعمله لله، لا تنتظر عليه جزاء إلا من الله تعالى، وهو التزام ذاتي. وشكون اللي يحفز لي على كرشي ولا يحفز لك على كرشك باش يفرض عليا ويفرض عليك باش نصوم رمضان؟ احنا نعيش في بلاد حرة، وعلى كل حال حرة ولا مش حرة، الصيام ما هو إلا عبادة ذاتية سرية ما هيش علنية. تجم تدخل لبيتك وتسكر على روحك وتدق من الصباح لليل
وتمركم بعد تمسح فمك وتقول يراني تاعب مع التاعبين، لكن الله تعالى هو المطلع. إذن قول يا أخواني الكرام، بداية طيبة لشهر عظيم ولأمة عظيمة وملتقانا كل ليلة فيها الوقت باش نسلم عليكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.